absolument, nous avons atteint le quorum escalité. L'électroménager, il a changé. Il y a une année qui commence dès le début. بعد 20 سنة تركيب الحكومة قررت أنها تمر إلى وتيرة الإنتاج الوطني المدمج. وحددنا يعني بهذا الموجب المرسوم 20312 يعني حددنا نسب إدماج لا يمكن البداية يعني في الشروع في الاستغلال بدون الوصول إليها لعدة معدات ما هيش نفس النسب يعني كان نسب تتراوح ما بين تقريبا 20 إلى 80% يقدر يكون مصنع جزائري ويعني في أي نشاط ما يقدر يكون محتاج إلى معدات قليلة يحتاج إلى هيكل واحد ويلقى روحه يعني مصدر أنه يشريها جديد لأنه القانون كان يصبح بجمركة السلاسل الكاملة كان من 3 إلى 10 سنوات حسب المعدات فيه معدات يعني قدروا نستعملوها مدة 30-40 سنة واعتبر يعني 10 سنوات سن معقول وكان معدات اللي هي في حد ذاتها لا تستغل أكثر من 10 سنوات من ثم ما تقدرش يعني نقبله أنه معدات انت 10 سنوات يعني كأجل أصدر مرسوم تنفيذي ليسمح لمنتجي قطاع الغيار بكل أنواعها ولكل الاستعمالات المرسوم التنفيذي كيسمح لهم انهم يكون عندهم امتيازات جمركيه على المواد الاوليه نتاعهم وعلى المعدات يعني صغيره ثاني اللي يحتاجوها هما لصنع قطع الغيار بدون يعني شرط اللجوء الى عقد مناوله.